وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، هو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فقصرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. في مفارقة غريبة جدا، الرب يسوع دخل بيت عنيا، والحقيقة أكرموه جدا، عملوا له وليمة وعشاء، وكان لعازر أحد المتكئين، ربنا عمل معاه معجزة، كان موجود، ومرثا واقفة تخدم، تجيب من هنا وتجيب من هنا علشان تكرم الرب يسوع، ومريم دخلت أوضتها وطلعت قارورة الطيب الغالية الكثيرة الثمن، وسكبت قارورة الطيب على راسه. وكان في قوم مغتاظين مش عاجبهم الحقيقة اللي بيحصل، حاسين انه الرب ما يستاهلش ده، بس مريم خدت القرار المظبوط وكانت بتقدم قارورة الطيب الغالية الكثيرة الثمن. لكن بعد شوية دخل يسوع أورشليم، والناس في أورشليم قعدت تقول له كلام كبير جدا: أصنى، مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي، مبارك أصنى لابن داود، أصنى. أكرموه بكلام، بس الغريبة اللي أكرموه بالكلام بعد شوية هم اللي نادوا بصوت عالي وقالوا: أصلبه، أصلبه. يا ترى قادرين نقدم زي مريم الغالي مش بالكلام؟ يا إخوتي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، لكن بالعمل والحق. مريم ما قالتش ولا كلمة، لكنها في صمت شديد قدمت، واللي قدمته مريم وصل لقلب الرب. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا، عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا.
لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل قلبي لك وحدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنيشان، وطيب المريمات فاته الأوان. فمريم وحدها قد فازت بالنيشان، وطيب المريمات فاته الأوان. دعني أتلف نفسي عند قدمي، وأحظى دواما بملء ناظري. دعني أتلف نفسي عند قدمي، وأحظى دواما بملء ناظري. وأسعى ضعيفا فأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إلي. وأسعى ضعيفا فأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إلي.